السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم شيوات مريم برشلونه. اليوم جبت لكم حلوه محلاوه او اصابع محلاوه، والبعض كيقول لها البرمه. غادي نخليكم مع الفيديو، ما تنساوش تنساونيش من لي لايك، والناس دخلوا جداد يعملوا لي ابوني، وما تنساونيش لي كومونتير، وشكرا بزاف على المتابعه. غادي نبداو بالمقادير حبيباتي. عندي هنايا لاماسا ديال الفيلو، يعني عجينه الفيلو. هنا البنات، هذه يعني البنات اللي في المغرب موجوده في مرجان، الثمن ديالها ما تتعداش 20 درهم. وبالنسبه للبنات اللي في اسبانيا، هذه خديتها من ميركادونا 250 غرام، حتى هي تقريبا الثمن ديالها 2 أوروق لشي حاجه. المهم عندي هنايا الزبده باش غادي نخدم. عندي تقريبا 100 غرام ديال الزبده، ولا احتاجيت عاود غادي ندوب منها باش نخدم بها. وهنايا عندي اللوز مخلط مع كاوكاو، تقريبا 200 غرام ديال اللوز و 200 غرام ديال الكاوكاو اللي طحنتهم وزدت ليهم شويه ديال القرفه، شي معلقه صغيره، وجوج معالق كبار ديال ما زهر، وزدت لهم 3 معالق ديال السكر كلاصي. تقدروا تنسمو باش ما بغيتو، يعني الاختيار كيبقى ليكم، بالفاني او بالعسل او ما زهر. وهنايا هادو باش غادي نخدم. خديت هنايا 3 القطبان وزديتهم بحال هذا الشكل هذا، ودرت لهم السلوفان، لويت عليهم السلوفان وغلطته شويه باش غادي نخدم العجين ديالي. بالنسبه لهاد العجين حساسه بزاف، دغيا كتقلق. المهم خاصكم ضروري ما تخدموا، يعني غنخدم بجوج ورقات بجوج ورقات، غنحط جوج ورقات، والورقات الاخرين اللي بقاو ليا غادي نديرهم في شي زيف اللي غنكون مرشيت عليه بشويه ديال الماء، وغادي نرجعهم للبلاستيك ديالهم وغادي نغطيهم، حيتاش حساسه دغيا دغيا كتقطع ودغيا كتكرم، يعني ضروري ما نديرو في هذه النقطه. ودابا غادي نبدا ان شاء الله. هنايا حليت لاماسة ديالي، غادي نحقها معاها غير بشوية. غادي ناخد جوج ورقات، حيتاش صعيب باش تخدمي بورقة وحدة رقيقة بزاف. وهادو غادي نرجعهم نغطيهم. باش يبقاو ليا مزيانين، حيتاش دغيا تكرم ليا هاد العجين. دابا غادي نخدم هاد الشوش. غادي ندهنها بالزبدة، حاولوا مع البنات باش ما تقطعش ليكم، حيتاش يعني حساسه بزاف بلا قياس، دغيا تقطع. الحقه تجي صراحه زوينه بزاف. كندهن بحركه كامله بالزبده باش كيجيوني مقرمشين. كنحاول معاها غير بشويه، خصني ندهنها كامله من كاع البلايص باش ما تجيش شي بلاصه ناشفه. دابا ملي دهنتها كامله غادي نحط عليها الحشوه. ودابا حبيباتي كناخذ هذا اللي صايبنا قبيله ديال القطبان، كنحطو بهذا الشكل هذا، كنخلي واحد شويه ديال السباس هنايا، وكان الوي عليه بحال هذا الشكل، كنضغط بحال هكا. وكناخذ الحشوه كنبقى نحط هنايا شويه بشويه.
ودابا غادي نبدا نجمع. غادي نبقى نحاول معاه شويه بشويه، كنقلبو فيه بهذا الشكل هذا. بعد ما كنلويه بحال هكا كنضغط من الجوانب وكنزير بحال هذا الشكل هذا، كنبقى نجمع فيها بحال هكا. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. دابا كنجيب الصينيه ديالي وكننزل فيها هاد بهذا الشكل هذا. نعاود معكم واحده اخرى. اول حاجه كناخذ جوج ورقات ديال الفيلو وكندهنهم مزيان بالزبده وكنحطوا هاد اللعيبه اللي صايبنا باش نخدموا بها وتجينا اسهل، وكنضغط. البنات كندهن الزبده غير على الفوق، ما كندهنش الورقات بجوج باش ما تجيش ميدمه بزاف. دابا كنبدا نحط في الحشوه، كنحط شويه بشويه باش ما تقطعش ليا العجين. ودابا غادي نبدا نقاد فيه البلاصه اللي عامره بزاف، نقص منها ودابا غادي نبدا نلوي شويه بشويه. كنضغط غير بشويه كنبقى نلوي. اللي حاولتو مع البنات راه ما تقطعش ليكم، ولكن الا زربتو دغيا راه غادي تقطع حتى صعيبه الصراحه في الخدمه ديالها. دابا بعد ما لويتو غادي نبدا نزير في الجوانب غير بشويه باش ما تقطعش. قولي كثرتي علينا من التقطع ما تقطعش ولكن الصراحه صعيبه في الخدمه ديالها، يعني خاص بشويه بشويه وخاصه الخاطر. كتبقى تكمجوها بحال هكا ها باش يجي داك الديكور ديالها زوين. كتضغطوا قد ما فيكم، ما تخافوش غير ضغطوا صافي. دابا ملي كندلها بحال الشكل هذا كنجيب الصينيه ديالي وكنزلها فيها. كنبقى غاده على هذا الشكل هذا حتى نكملهم كاملين. غادي نجيب ثاني جوج اخرين. ما تنساوش البنات تكونوا رشيتوا شويه المنديل وغطيوهم مزيان باش ما تكرمش لكم الورقه. كنحط ثاني هكا جوج، كندهن غير الفوق ديالها غير السطح ديالها. ودابا البنات بعد ما كملت البريم ديالهم ندهنهم مزيان بالزبده. ديرهم مزيان مزيان ما تبقى حتى شي بلاصه بلا زبده. هاد العجين ديال الفيلو كتحتاج زبده بزاف. دابا بعد ما دهنتهم غادي ناخذ شي سكين حاد باش نقطعوهم. تا
كل واحد على حسب القياس اللي بغى. انا غناخد هذا القياس، نقدر وحده نقسمها على ثلاثة تقريبا، على هكا على هكا. نقطع غير بشوية، كنبقاو معاها بشويه بشويه بحال هكا حتى كتقطع لينا، وما في نفس الوقت ما نقطعوش العجين. دابا غادي ندخلها للفران، غنشعل عليه من الفوق ومن التحت، تقريبا غندير على 170 باش غطب على خاطرها وطبنا مزيان من الداخل وتقرمش. حبيباتي محلاوه ديالي وجدات او البرمه ما صافا ما اختاروا لها هاد السميه هادي. المهم صراحه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، ما تقنعوش منها. اهم حاجه انكم تتبعوا الخطوات وتردوا البال مع العجين، حيت الصراحه حساسه بزاف. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وعجبكم الفيديو، نكون شرحت بزاف وبسطت لكم ولو شويه. وما تنساونيش من لي لايك، والى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر.